الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يعني ممكن تتزوج ويصير لقاء وأن تستيقظ على قيام الليل وأن تبكي في الصلاة لأنك ما فعلت شيئاً، فعلت شيئاً وفق منهج الله، وفق أمر الله ونهيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أقول لكم ولا أبالغ، الأصل أن تحب الله وأن تحب رسوله من فروع محبة الله، وأن تحب صحابته الكرام جميعاً، وأن تحب المؤمنين، وأن تحب الصالحين، وأن تحب العلماء العاملين والعلماء الربانيين، وأن تحب بيوت الله، وأن تحب كتاب الله، ومن فروع محبة الله أن تحب زوجتك لأنها حليلتك، لأن الله أمرك أن تحبها، والنبي علمنا ذلك، قال: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. والحب تصنعه أنت بيدك، يدخل للبيت يسلم، يبتسم، إذا في إنجاز يثني عليه. يعني في أزواج عفى الله عنهم، البيت مرتب، طبخ جاهز، الزوجة مرتدية أجمل ثيابة تستقبلك، صار الأكل لا في السلام عليكم، الله يرضى عليك، أنا سعيد جداً بهالزواج، أنت أمل حياتي، يحكي الإنسان كلام لطيف. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول: إنهن المؤنسات الغاليات. أكثر المشكلات التي أطلع عليها من خلال الهاتف أن الزوج لا يتكلم كلمة في البيت. أنا مرة أحصيت على خطيب، هو قال لي مكالمة مع خطيبتي استمرت 13 ساعة، بعد بسنتين ما عاد يحكي كلمة بالبيت. 13 ساعة المكالمة، بعد سنتين بالجر منه الكلام جر. لا، الحب يستمر ويتنامى، يستمر ويتنامى بالبسمة، بالكلمة الطيبة، بالشكر، بالاعتذار أحياناً. والبطولة أن تنجح مع ربك ومع أهلك ومع أولادك وفي عملك ومع صحتك، هذه البطولة. احفظ هذه الرباعية، أن تنجح مع الله ومع أهلك وأولادك ومع عملك ومع صحتك. ما في نجاح جزئي، النجاح شمولي. إذاً ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، هي من فضل الله علينا جميعاً. حرمان ما في بالإسلام.